مش كتير قوي يعني ان احنا نتفرج على الماتش يعني. يعني انا لما المره الوحيده اللي جيت له كانت ساعه ماتش سان داونز السنه اللي فاتت، دي بقى اللي جيت له بصراحه ما قدرتش امسك نفسي. عملت ايه؟ جابت له كام حاجه كده على خفيف، هو يبص لي من تحت لتحت كده ويسيبني ويمشي يعني. بقول لك ايه، هو بابا بيزعل بقى لما الاهلي بيتغلبوا كده؟ بيزعل جدا. بيزعل مزاجه وحش. لا بيزعل وبيتعصب، ممكن يتعصب علينا على حاجات يعني. يعني هات لي ميه. حاضر. فين الميه؟ حاضر، ما انا قايم اجيبها لك اهو عادي. لا بيزعل وبيبان عليه جدا. طب واحمد ايه يعني، احمد في النص ايه طبيعي له؟ احمد ساله بقى هو يقول لك. احمد ده حبيبي، احمد زملكاوي برضه حبيبك. احمد زملكاوي والله. احمد برضه من الاسباب، احمد برضه من الاسباب اللي خلتني زملكاوي. انت السبب اللي اثرت عليه؟ لا هو اللي اثر عليك. احمد الكبير. احمد اثر عليك يعني. البدايه من احمد هو السبب. طيب ما انتوا عاملين تكتل اهو على الكابتن. البيت مخترق. البيت مخترق، عاملين تكتل عليه. لا بس الباقي العيله اهلاويه. والله احمد بس اللي فلتنا. فلت انت يا ابني، انت اللي اتعورت. طب تحب تقول لكابتن ضياء ايه قبل الدور، قبل النهائي، وتتمنى ايه في المباراه القادمه باذن الله؟ يعني تعزمني على عشاء ان شاء الله في النهائي. ماشي. شكلك انت مش خد بالك انت، لان انا اللي بدفع كده او كده، فان شاء الله احنا هنبقى ابطال افريقيا وانت هتبات بره البيت مطرود 3 ايام. شوف لك حته. لا ولا شوف لك حته. بالتوفيق يا علوه. ربنا. انت ريال مدريد ولا برشلونه؟ لا برشلونه. انا يعني مجتمعين على حاجه اهو. لا مجتمعين في برشلونه. مجتمعين على حاجه. طب كويس. واحمد واحمد احمد برضه برشلونه. طيب الحمد لله اتفقتوا، العيله اتلمت على حاجه. الحمد في حاجه اتلمت على حاجه اتلمت فيها. ماشي يا علوه، بالتوفيق ليك ان شاء الله، وزي ما قلت ايامك بقى اليومين دول، بس خلي بالك من بابا يعني ان شاء الله. ماشي يا علوه، سي يا حبيبي، بالتوفيق ليك. طبعا علي ضياء السيد.